مساء الخير والسلام عليكم جميعا في قناة Drive Fly Stay، والحكي مش زي الشوف. اليوم جبنا لكم أكلة بسيطة 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 جدا، يعني انتو بتكون جوعان، في عندك ناس جاي، في عندك ضيوف، في عندك ترتيبات، في عندك تحضيرات. موضوع الطبخة كلها يا ست البيت، موضوع الطبخة والموضوع الأكل كلها يا سبع البيت كلها على بعضها مش راح ياخذ منك 20 دقيقة، بتكون جاهز وضيوفك مبسوطين. أول إشي خلينا نستمتع بخيرات الطبيعة. خلينا نبدأ. أول إشي نروح على البصل. لا مونتاج ولا دجاج، لحمة مفرومة. فرمناها فرمة جويدة مثل ما بيقول التونسيين، فرمة ناعمة. بنروح فيها على القلاية بشوية زيت، زيت زيتون تبع طبخ هيك مجنن. بنحط عليها اللحمة المفرومة، وبعدين بنشوف الخطوة الجاية كيف راح يزبط معكم الموضوع لأحلى طبخة من المطبخ التونسي الرائع. إنه المطبخ التونسي الجميل يا جماعة الخير. هيك بنيجي بنضيف اللحمة المفرومة، وبعد ما بلش اللحم ياخذ لون هيك حلو ولون جميل، بنفوحها. بالتونسي بقول نفوحها، بالفلسطيني بنقول بنملحها وبنبهرها وبنظبطها. هون بنجيب تشكيلة مرتبة، النعناع المفروم، الكركم، الكمون، الفلفل، الفلفل الحار والملح كله مع بعضه. اللي مش شام الريح حاليا خسران نص عمره. خلطهم شوي هيك، خلي البهارات والملح، كمون، الفلفل، هالخلطة الجميلة تاخذ مفعولها. طبعا هاي الوصفة وصفة تونسية، عشان هيك لازم الحار فيها يلعب منيح، لانه في تونس بقول لك اذا الاكل مش مشخشخه وما فيش فيها حار مش اكل، ما بتتاكلش. بنقعورهم، بنحفرهم، شو بدكم تسموها باي لهجه بدكم اياها بنسميها. وهيك صارت اللحمه جاهزه، والله ما احلى لونها. ايشي بهبل خرافي. تمام، الان بدنا نضيف البقدونس المفروم او المعدنوس على قول اهلنا في تونس المفروم على اللحمه. نضيف بيضه او كعب عظم، بيضه ثانيه عشان نظبط الوضع. تمام، مثل ما قلت لكم في تونس الاكله لازم تكون مشخشخه، لازم تكون حاره، ولازم تكون مالحه. والا بقولوا لك ماكلتك مسوس. وبنبدا نعبي بالفلفل احلى طريقه هيك. مساء الخير مساء الخير. وهيك صرنا حاضرين جاهزين، وهي الفلفلات محشيين. وخلينا نروح على القليل يا حلوين.
نجهز الصوص. طماطم فريش، طندورة فريش عشان الصوص يطلع ألف ألف. وبنيجي للثومات وبنظبطهم. يا سلام يا سلام يا سلام. حط لها شوية صوص. طبعا ممكن تاكلها مع خبز، ممكن بدون خبز، كل واحد والدايت او اسلوب الطعام او اسلوب الاكل تبعه هو حر، ولكن لازم تجربوا هالاكلة لانها اكلة رهيبة جدا. وصحتين وعافية. الحكي مش زي الشوف، جد يا جماعة الخير شو ما احكي لكم مش زي لما تشوفوا او تذوقوا. درايف فلاي ستي، تابعوا القناة، اشتراك، تفعيل الجرس، وخليكم متفاعلين شوي، تعليق خفيف من وين انتو وشو رأيكم بالطبخة اللي بنعملها. اذا عملتوا زيها احكوا لنا رأيكم لو زبطت معكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبدي اقص بالايد الشمال. طالع 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 يا جماعة الخير، طالع. ناخذ لها شوية صوص بنحط عليها وبنروح نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بشوفكم فيديو ثاني طبخة ثانية. أحلى مساء الخير لعيونكم، كل عام وانتم بخير، عيد مبارك على الجميع. وأنا حاليا خارج التغطية رايح على التغطية. سلامات. أنا من العجلة والجوع والطعم اللي بجنن عملت مجزرة. سلامات سلامات يا غالي. الحكي مش زي الشوف.